كأس العالم. لوزانو تدخل ممتاز هنا في البداية، هدف في الأمان، هدف في الراحة، هدف في الثقة، فارق الهدفين في المباراة. بالتأكيد المباراة لم تنتهي، الحذر مطلوب، عدم التراخي أيضا لأن الوقت ما زال كافي للعودة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. الأرجنتين تفقد الكرة الآن، نصف ساعة تفصلنا على صفرة نهاية المباراة. ضغط عالي جدا في الأمام. غوارديادو، حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. هذه كرة هدف الآن، هدف آخر، كل ما يحتاجون إليه الآن ليظهر الفريق شخصيته وقدرته على العودة. نشوف إعادة الهدف مرة أخرى، شوف الانطلاقة، شوف الكرة والمجهود الفردي، الخطأ على المدافعين بترك كل هذه المساحات وترك لاعب بقيمته ينطلق من كل هذه المسافة. المنتخب الأرجنتيني تدخل ناجح على الكرة، الكرة الآن مع الفريق الخصم، فرصة من جديد لكرة التعادل. يا رب، هدف التعادل في وقت قاتل. نلقي نظرة جديدة على هذا الهدف، تسديدة قوية جدا، كان من الصعب إيقافها. نلعب الآن في الدقائق السبع الأخيرة، فرصة الواحد على واحد الآن، مستحيل. يا رب، عودة تاريخية، عودة من بعيد، عن أي روح، عن أي إصرار، عن أي إرادة، عن أي جرينتا، رجحوا كفتهم، قلبوا كل شيء. الله على هذه العودة بهذا الهدف، أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. فرصة في هذه اللحظات لحسم المباراة. لاعب لا يتوقف ولا يرحم ولا يكتفي ولا يعرف سوى التسجيل، اليوم ينفجر ويسجل الهاتريك. أوهو، هاتريك. وصلت المباراة إلى نهايتها وجاءت الصافرة التي تعلن عن فوز الأرجنتين رسميا. أكيد عندما كان الفارق في النتيجة لهدفين كانت الأمور شبه محسومة، لكن أكيد